إذا قلنا مدينة بني عباس جوهرة الثورة تشهد ختانا للأطفال. الختان هذا للأطفال احنا نسموه هنا كيكونوا في هذه المنطقة اللي يسمى المصريين نسموه المزراق. المزراق هذا هو الطفل الذي لم يختن بعد يجيبه الولي تاعو ويهز معاه جريدة. الجريدة هذه لها رمزية دينية. الرمزية الدينية تتمثل في زيارة النبي صلى الله عليه وسلم أو وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة واستقبال المهاجرين والأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة. وسكان مدينة ابن عباس يحتفون ويحتفلون في كل سنة بهذه الطريقة اللي هي المزراق ولا الجريدة هذه مكتوب عليها آية من القرآن الكريم تيمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ونتمنى يعني البركة لهذا الطفل. نعم هذا نتاع الاطفال الصغار عامهم الاول هذو العام اللي زادوا بعد المولد الماضي قاعدين لهم كما هذا يدير لهم الجريده ويلبسوهم العبايه والشاش ويجيبوا لهم الخبزه هنا الصدقه وكل عام يدوروا بهم هنا في الستاره باش ما يخافوش باش كي يكبروا ما يخافوش من البارود وما يخافوش من الحس وما يخافوش من الزكاة ومن الجماعه. بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف جرت العادة أن نحضر معنا ويحتفل معنا الأطفال الصغار بهذه المناسبة. الأطفال الذين لم يبلغوا عام يحتفلوا معنا بهذه المناسبة وهي عادة توارثها الأجيال. زائر من مدينة غليزان بالضبط دائرة جديوية جينا لمدينة بني عباس المضيافة هنايا رانا نلاحظوا السكان كامل يرحبوا ب 58 ولاية إحياء احتفال بالسيد الخلق الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه عادة من عادة من الجدود رانا نشوفوا. والشيء المميز في هذا الموسم ولا في هذه السنة نلاحظ حضور الأطفال الصغار إحياء لهذه الذكرى ذكرى المولد النبوي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم شكرا. ديزاد نيوز أن يصلك الخبر بالصوت والصورة.